استنادا الى اجوبتك فانت اما في علاقة فعلية او على وشك الارتباط باحدهم. اعترفي. علاقة. قسم بالله ما في قسم بالله. السلام عليكم، انا نان وانا جودي من قناة داداتيز. رجعنا لكم بفيديو جديد، وبهذا الفيديو حنسوي اختبار متى رح نتزوج. هذا الاختبار رح يكون اونلاين، اظن جودي رح يسألونا اسئلة وهيك شي. رح يكون عبارة عن اسئلة، ما بعرف، خلينا هلأ نشوف ونقلكم الجواب. يلا اوكي رند، حتبدأ بالاختبار. حقرأ لك اول سؤال رند. ماشي. الشخص الذي يمكن ان يكون توأم روحك، رفيق روحك، هو حبيبك الحالي، موجود في مكان ما، غير موجود. غير موجود. طب يمكن موجود في مكان ما. طيب ممكن. كم شخصا يمكنهم ان يكونوا توأم روحك؟ شخص واحد، ثلاثة او اربعة؟ لا يوجد شخص واحد. ثلاثة اربعة. كيف تمضين وقت فراغك؟ ممارسة هوايتك المفضلة، البحث عن شريكك المستقبلي عبر مواقع التواصل، لا تملكين اي وقت فراغ. ممارسة هوايتك المفضلة. اوكي. لا 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 املك اي وقت فراغ بحس. اوكي. رند، الشخص الذي ستمضين بقية حياتك معه هو موجود الى جانبك حاليا، يعني ممكن يكون انا. اوكي. كريم وذكي ومضحك وثري، مثالي تماما. اوكي. لا فكرة لديك عن صفاتها. ثاني واحدة مثالي تماما. أنا عندي هيك بالحياة إنه خلاص زوجي حيكون أحسن واحد بكل الدنيا. يا الله. الأحلام الوردية التي تخيب دوما، صح يا بنات؟ صح. في هذه اللحظة بالذات أنت جائعة جدا لأنك تتبعين الحمية، شكلك غير مرتب، تشعرين بالملل. ولا واحدة منهم. يلا جاوب أي شيء. خلاص هلا أشعر بالملل. ملابس جديدة تطلعين قدما لارتدائها، فستان ابيض جميل، ثوب سباحة، سروال قماشي واسع. سروال قماشي واسع. او لا لا لا، ثوب سباحة. اخر رحلة تسوق قمت بها كانت لشراء البقالة فستان مضاد للتعرق. فستان. واخيرا اصبحت خبيرة في فن الاتيكيت، الطبخ، الرقص. ولا حاجة ولا حاجة، عن جد ما في اي مهارة. خلينا نقول فن الاتيكيت. يعني اقرب شيء، يعني يا اخي اصلا ما في اتيكيت، ما في شيء، لا يعني ماشي حاله. في هذه اللحظه انت في مزاج للخروج في نزهه، تعلم رقص الصالونات، شو هذا؟ ما بعرف. تغيير شكلك جذريا. الخروج في نزهه. كيف تصفين يوم عطله مثالي؟ البقاء في المنزل ومشاهده التلفزيون، التسكع مع الصديقات، الخروج والسهر. الخروج والسهر. اوكي. نايت لايف، يو نو، يعني خلاص انا مقطعه كل يوم سهر يا جماعه. ما بتعرفوا شيء. لا مش عارفه. ما الذي يشغل بالك بشكل كبير؟ مستقبلك، ماضيك، لا شيء. مستقبلي. هل تفضلين الشريك المستقبلي ان يكون ضمن فئتك العمريه، اكبر سنا او اصغر سنا؟ اكبر سنا. هل تستمعين لنصائح والدتك حول العلاقات والرجال؟ احيانا نعم، كلا. احيانا. هذا كان آخر سؤال. خلينا نشوف. مستعدة رند؟ يلا مستعدة. بسم الله. يلا. شو؟ شو؟ زفافك أقرب مما تظنين. وات؟ أوكي. تلوح ألوان الفستان الأبيض في الأفق. زفافك أقرب مما تظنين، خصوصاً وأنك في علاقة جدية مع أحدهم. ما انا قلت غير موجود، كيف سوى؟ والله سبحان الله. عن جد شفت انه هذا الاختبار والله خرب. ما انا قلت غير موجود. زفافك قد يكون خلال اسابيع او اشهر. شنو؟ تشعرين بالخوف من فكرة الارتباط لكنك مغرمة في الوقت عينه. احيانا تشعرين بانك لا تريدين الخوض في هذه التجربة، لكن حبك له يجعلك تجدين الشجاعة اللازمة للمضي قدما والتأسيس. ما يا الله ماما. والله هلا بتطلع من وراك شيء. ما انا قلت غير موجود، والله شو هالاختبار الكذابي، والله خرت. صح صافي؟ صافي ورا الشاشة قاعد. شو خافية. هلا رح نعمل نفس الاختبار لجودي، نشوف اذا رح تتزوج بعد اسابيع مثلي ولا لسه في وقت. بسم الله الرحمن الرحيم.
أول شيء نفس الأسئلة، الشخص الذي يمكن أن يكون توأم روحك، رفيق روحك وحبيبك الحالي، موجود في مكان ما أو غيره موجود؟ موجود في مكان ما. على فكرة حتى أنا موجود في مكان ما، كان لازم أقول أكيد موجود يعني. كم شخص يمكنهم أن يكونوا توأم روحك؟ شخص واحد، ثلاثة أو أربعة أو واحد. كيف تمضين وقت فراغك؟ ممارسة هواياتك المفضلة، البحث عن شريكك المستقبلي عبر مواقع التواصل، لا تمتلكين أي وقت فراغ. ما عندي هواية، ما أتفاجئ أشوف، هذا آخر واحدة. الشخص الذي ستمضين بقية حياتك معه هو موجود إلى جانبك حاليا، كريم وذكي ومضحك وثري، مثالي تماما، لا فكرة لديك عن صفاته. لا فكرة، والله ما عندي صفات معينة، أو أنا يعني المفروض يكون منيح يعني. لا فكرت إنه ما أنا منيح مفروض. إجازتك المقبلة ستكون مع عدد من الأصدقاء، حبيبك الحالي، لا تحبين الإجازة. أصدقاء. We are traveling soon. في هذه اللحظة بالذات أنت جائعة جدا لأنك تتبعين حمية، شكلك غير مرتب، تشعرين بالملل. ثلاثة. لا أنا مو ملانة يعني، لا مو ملانة، سيء أقرب. هلأ بدي أسألك عن ملابس جديدة تطلعين قدما لارتدائها، فستان أبيض جميل، ثوب سباحة، سروال قماشي واسع. فستان أبيض جميل؟ يعني فستان عدس؟ أو لا. طيب فستان أبيض جميل، فستان أبيض طيب هو؟ ثوب سباحة. بكره مسبح جودي انا وياك. اخر رحلة تسوق قمتي بها كانت لشراء بقالة فستان مضاد للتعرق. فستان. صراحة بقالة. عن جد؟ اوكي. مؤخرا اصبحت خبيرة في فن الاتيكيت، الطبخ، الرقص. الحمد لله ولا حاجة. عن جد ولا حاجة. لا بس من كم يوم طبخت. فطبخ. صرتي خبيرة بالطبخ هلا؟ يعني قولوا لها تعمل لكم طبخات. في هذه اللحظة أنت في مزاج لخروج في نزهة، تحلم، رقص الصالونات، تغيير شكلك جذريا. ثلاثة. كيف تصفين يوم عطلة مثالي؟ البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون، التسكع مع صديقات، الخروج والسهر. اثنين، تسكع. ما بتفضلي أنك تعدي تلعب على البلاي ستيشن يعني؟ صعبة. واحد ولا اثنين؟ بسرعة. واحد. شفتي يا أخي أنا بعرف أختي وبعرفها. ما الذي يشغل بالك بشكل كبير؟ مستقبلك، ماضيك، لا شيء. حس لا شيء. لا شيء. هل تفضلين الشريك المستقبلي أن يكون قدك، أكبر منك أو أصغر منك؟ يعني أكبر مني بكثير؟ لا أكبر سنة أنت. أكبر. هلأ عنا آخر سؤال واللي هو، هل تستمعين لنصائح والدتك حول العلاقات والرجال أحيانا؟ نعم أو كذا؟ أحيانا. وقع هذا من الكذب. ماشي. مستعدة أظهر النتيجة؟ غمض عيونك. على الأرجح ستتزوجين قريبا. لا يا أخي. أنا هيك كتبت نفس الجواب؟ لا. شو كتبت؟ لا زواجك أقرب مما تظنين. لا لكن يعني هذا. رغم أن المواصفات التي تبحثين عنها تميل لأن تكون غير واقعية أحيانا. أوكي. هذا شيء طبيعي، لكنك على الأرجح ستتزوجين قريبا في فترة عام أو عامين على أبعد تقدير. استنادا إلى أجوبتك فأنت إما في علاقة فعلية أو على وشك الارتباط بأحدهم. اعترفي. علاقة. قسم بالله ما في، قسم بالله. وفي حال لم تكن أي من الاحتمالات هذه تصف حالتك فأنت على موعد مع شخص ما سيدخل في حياتك ويقلبها. موعد أصلاً أنا بشوف البلاي ستيشن. يخرب بآخر فيديو، تتذكر آخر فيديو؟ اعترفي شو فيه. لا ما في شيء قسم بالله. بو. ولهون بنكون وصلنا لآخر هذا الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم وعرفتوا إيمت رح نتزوج، بس أنا متأكدة إنه هذا الشيء خلط، لأنه أكيد جودي ما حتتزوج بسنة وسنتين، وأكيد أنا عرسي مانو قريب، لأنه أساساً ما عندي ولا حلم بحياتي أساساً، ولا أظن إني حلاقي حلم بحياتي، بس ما شاء الله. حلو حلو الأمل اللي فيه. حلو كتير الأمل، الأحلام الوردية اللي قلتلكم عنها قبل شوي. واللي مو مسوي سبسكرايب تسوي سبسكرايب، اللي مسوي سبسكرايب لا ينسى فعل زر التنبيهات مشان يوصلوا كل جديد. ومنحبكم كتير يا أحلى ناس، وسلام.